مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد المكيف طبيعي للارانب، يعني في هذه الموجه ديال الحر. يعني المكيف في الحقيقه جد ناجح، لانني خدمته لسنوات وبغيت نشارككم اياه في هذه الحلقه. هذه المكيف هو بسيط للغايه. اذا جليش الرومي، يعني ماشي الجليج البلدي، ممكن ديروا حتى الجليج البلدي، غير هو الجليج الرومي رقيق، السمك ديالو رقيق، يعني غير طروفه، ممكن واخا يكون فيهم غير واحد 10 سنتيم على 10 سنتيم ولا 15 سنتيم ولا، المهم يكونوا غير طروفه، ما يكونوش جليجات كبار، وانما يكونوا غير طروفه. هاد الجليجات كبار شنو الميزه اللي فيهم؟ هاد الجهه اللي من هنا هذه هي اللي كتكون فوق، يعني هي اللي كنوطاو عليها، هذه ما كتدخلش الماء، الماء ما كيتسربش، كتكون مسدوده غير بحال الصباغه. اما الجهه الاخرى كتكون فيها بحال الشكل ديال الكارويات، انتما كما كتشوفوا هنا اللي كيلصق فيها السيمه، يعني كتكون هي من الجهه الدخلانيه. حنا هذه الجهه هي اللي عندنا بها الغرض، ماشي الجهه الملسه. لاحظوا ان هنايا السمك ديالو اش كيكون فيه؟ كيكون فيه بحال الشكل ديال الطين، هذا طيني، كيكون طيني، يعني كيكون كيشرب الماء وكيخليه لواحد المده. يعني هاد الطريقه هذه وحقا راه غير، يعني ما كايناش شي فيديوهات ولا قالها لي شي واحد، راه مبتكره وبغيت نشارككم اياها. اذا الطريقه هي كالتالي. هاد الطريقه وهي انك تجيب روبيني ديال الماء، انتم كما كتشوفوا، وتعمر واحد البانيو، وتشد هاد الجليجات وتغطسهم وسط هاد المياه. ممكن انك تبيتهم كاع، ماشي مشكل. المهم انا غنوريكم الطريقه. هاد الجليج ملي كتحطوه في الاول كيكون سخون، هانتوما راه كاين في الشمس، راه سخون، راه ساخن، ولكن ملي كتحطوه واحد المده وما تحط، يعني تبيتوه مثلا في الماء وتحطوه للارانب ديالكم، راه كيبقى على طول النهار وهو بارد. هادشي هذا الا مشى تشرب هاد الطين، هذا الا مشى تشرب الماء كيبقى واحد المده ديال النهار ولا يومين، يعني ما شي حاجه ما شاء الله. اذا الطريقه هي كالتالي، تخليوه حتى يشرب مزيان، يعني هاد الطين هذا يشرب مزيان. ملي كتحطو يدك عليه هكا كتلقاه بارد، ولكن هاد البروده ما كتحيدش على طول النهار ولا يومين ولا حتى ثلاث ايام، يعني ما كينشفش، كيبقى بهاد البروده هذه. اذا الطريقه هي كالتالي، ما تجيبوش طروفه كبار، يعني جيبو غير هكا مورصويات. علاش؟ باش الكاج منين تبغوا تحطوا فيه هاد الجليجات، ماشي الفضلات ديالهم تبقى فوق هاد عزكم الله، ما تبقاش فوق هاد الجليج هذا، خاص يكونوا فراغات، يعني تكون جليجه هنا جليجه هنا جليجه هنا، ويكونوا فراغات باش الا كان شي فزق ديالهم عزكم الله ولا فضلات، ممكن انها تطيح ما بين هاد الجليجات هذه. اذا هاد الجليجه غادي تشدوها وتحطوها في وسط الكاج. ثم ها ثم هما غادي يبداو يستكشفوا فيها في الاول، ومن بعد غادي تلاحظوا انهم كيطلعوا فوق منها وكتعجبهم البروده ديالهم، ها هو كيتحسس فيها برجليه، ها هو طلع فوق منها. دابا هاد البروده اللي كاينه فيها في الجليجه، راه كيبقى هذاك الارنب كيبقى، يعني كتعجبو هذوك البروده وكتعطيه واحد شويه ديال ديال يعني الحراره البارده. يعني واحد اذا كان الارنب ديالك مغلوب ممكن انه غادي يطلع فوق هذه الجليجه ويتجبد فوق منها ويبقى تما غير واحد خمسة دقائق، بحال نقولوا الشكل ديال الكمادات. يعني المريض ملي كيكون شي واحد مريض الله يحفظ اشنو كيدير، وهذا الشيء راه كينصح به حتى الطبيب، كيقول لك دير الكمادات على الجبين ديالك. هاد الطريقه هادي بمثابه الكمادات، هانتوما كيطلعوا فوق منها وراهم كيرتاحوا، يعني كيلقاو بلي راه كاينه واحد البروده كتطلع معاهم. ولكن الخاصيه اللي كاينه في هاد الجليج هذا، ان النهار كامل هاد البروده كتبقى فيها. هذه هي دابا اللي اكتشفت انا الطريقه، ان خدمت انا في هاد الجليج هذا، وكنا يعني ملي كنبغيو نديرو يعني ملي كنبغيو نركبوه في الحيط او في الارضيه كنبيتوه في الماء، يعني حتى كيشرب الماء مزيان،
وعاد كتخدم به. منين بديت كنحط يدي عليه واخا كيبقى كيكون الحراره بزاف، كنلقى انه هذاك الجلي شد هذاك البروده. من تما جاتني الفكره انني غادي نخدمها الارانب ديالي، وراني ماشي خدمتها غير عام واحد ولا جوج ولا ثلاثه، راه سنين وانا خدام بهذه الطريقه هذه. وانا اي حاجه كنبغي كنكون يعني ربحتها في المشروع ديالي كنبغي نوصلها لكم كفكره. هذه الفكره راه بسيطه بصفر درهم، ممكن هذا الجلي هذا انكم ماشي غادي تشريوه، غادي يكون عندكم غير في السطح مثلا. الناس اللي داروا شي دار ولا بنوا شي دار وبقى لهم واحد الطروفه ديال الجليج، هذاك الطروفه ديال الجليج ممكن انهم يستغلوه في هذه الفكره هذه، وراها فكره ناجحه 100%. راه كتنزلهم درجه الحراره على الاقل واحد جوج درجات ولا ثلاثه درجات في الجسم ديالهم. حنا الى درنا التربيه ديال الارانب ولقينا الحل اننا ندوزوا هذه الفتره ديال هذه الموجه ديال الحر، لماذا؟ يعني فكره بسيطه وكما قلت بصفر درهم، يعني ممكن انكم ديروا هذه الفكره هذه. والماء ديما يكون عندهم الماء، ما يخطيهمش الماء، وان شاء الله هذه الفتره هذه راه غادي ندوزوها. ويعني ممكن ان هاد الطريقه هذه ديرها حتى الامهات، يعني الحوامل ممكن دير لهم الطريقه هذه راها كتخدم. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنظن اني وصلت لكم الفكره. عاودوا الفيديو وفهموا مزيان اشنو بغيت نقول من هاد، يعني المغزى من هاد الفكره. الناس مازال ما شاركوش معنا، يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بجرجان وسكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.